والتتابع في كل صيام، كل صوم شرط فيه التتابع، قاعدة، كل صوم شرط فيه التتابع لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى، إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في شعبان، جاءه الآن رمضان، سيحول بين الشهر الأول والشهر الثاني ماذا؟ شهر رمضان، فالتتابع هنا انقطع لأيش؟ لصوم واجب. المسألة الثانية، إذا انقطع التتابع لفطر واجب شرع في الصيام في أول ذي الحجة، فصام 9 أيام، اليوم العاشر عيد، 11 أيام تشريق، والثاني عشر والثالث، سيفطر 4 أيام، هل يقطع التتابع؟ لا، لأن هذا، لأن التتابع هنا انقطع لأي شيء؟ لفطر واجب، لأن هذه الأيام يحرم صومها. المسألة الثالثة، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كما لو مرض أو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر، سافرا لا يقصد به التحيل على الفطر، أما إذا قصد التحيل يعني صام 40 يوما وقال أنا تعبت طفشت لازم يعني بفطر يوم أرفع عن نفسي، أبسافر لمنطقة الشرقية يوم وارجع، أفطر وأكل وأشرب وأرجع، نقول لا يجوز، لأن هذا السفر قصد به التحيل على الفطر، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا.